ودلوقتي ميعادنا مع فقرة السبورة، لأن النهاردة مباراة الأهلي والزمالك فيها تفاصيل فنية خطيرة جدا، سواء في الشوط الأول أو حتى في الشوط الثاني لما سوري يتدارك الموقف ما بين الشوطين. كريم، ماذا لديك في فقرة السبورة؟ وأكيد في تفاصيل فنية مهمة جدا. طيب أكيد يا محمد، إحنا متفقين إن أي مباراة قمة، مباراة كلاسيكو، مباراة حاسمة ما بين فريقين كبار، حتى إيه إحنا عارفين مباراة القمة بين الأهلي والزمالك تظل مباراة قمة مهما كان مركزين الفريق في جدول الدوري. اي مدير فني داخل مباراه حاسمه زي دي، اول معركه بيبص على ان هو يكسبها هي معركه نص الملعب، في مصر، في اوروبا، في اسيا، في امريكا اللاتينيه، في كاس عالم كبار، كاس عالم انديه، اي حته في الدنيا، اي ماتش كبير، اول حاجه المدير الفني بيقعد مع جهازه الفني بيقول لهم في اوضه اللبس يا جماعه لازم نكسب خناقه نص الملعب. يا سبحان الله، اوسوريو نازل مباراه القمه قدام النادي الاهلي في نسخته المرعبة مع مارسيل كولر اللي توجت بخمس ألقاب السنة دي في أول موسم له، نازل يلاعب النادي الأهلي بأحمد فتوح لعيب وحيد في نص الملعب. مش مفهومة فعلا، يعني سبحان الله مش مفهومة، يعني معرفش إيه الـ إيه، يعني هقول لك يا سبحان من الله من اللي أوحى لك بذلك، يعني إيه الفكرة اللي جات لك، أو أنت عقلك او ذهنك تفطق الى ايه عشان تبتكر هذه التاليفه اللي ملهاش اي منطق. يا راجل هقول لك، يا راجل ده لو مشجع اهلاوي مدير فني نادي الزمالك في الماتش ده مش هيعمل الغلطه دي عشان الناس ما تقولوش انت ما بتفهمش كوره. فاهمني؟ فجاه لقينا نادي الزمالك اللي متابع نادي الزمالك يا محمد في الفتره الاخيره، نادي الزمالك بيلعب بطريقه معتاده 3-5-2 في بعض الأيام، بيلعب ناصر منسي جنب سيف الجزيري، لو ناصر منسي ما نزلش في البداية بيلعب 3-6-1 خلاص 3-6-1 دي الطريقة المعتادة للزمالك في الماتشات الأخيرة اللي بتتفرج على الزمالك. فجأة النهاردة لقينا النادي، أنا بالنسبة لي نادي الزمالك في الملعب بالنسبة لي كان بيلعب بطريقة 4-1-5، ده شكل الملعب بالنسبة لي، خط 4-1-5 ده اللي أنا شفت أحمد فتوح يا عيني لوحده في نص الملعب. أنت لو خدت بالك النادي الاهلي كل الكرات التانية اللي بتقف نص الملعب ما كانش فيها منافسه، اللي كانوا بيروحوا عليها اتنين لعيبه الاهلي، كانت سهله جدا، اتنين لعيبه الاهلي سكند بول كانت سهله، وبتلاقي الاسترين. كمان بقى بتلاقي لعيب الاهلي اللي ياخد الكوره في نص الملعب بيمرر لقفشه او اي لعيب ساقط في نص الملعب بياخدها وبيجي على 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 نص ملعب الزمالك فاضي والدنيا فاضيه، اعمل انت عايزه. ايه الدليل على كلامي؟ هدفين ايه؟ هدفين اللي هو التاني والتالت للنادي الاهلي، تسديدات من خارج منطقه الجزاء بدون اي ضغط، مش حد بيضغط، حتى تسديده قفشه اللي جت في القائم بنفس الكلام مفيش ضغط، حتى كره حسين الشحات هو قال لك ايه اخش بيها واضمنها، كان ممكن على فكره يشوط من خارج منطقه الجزاء. ده معناه ايه؟ ده معناه ان كل المساحه اللي قدام منطقه الجزاء نادي الزمالك ما فيهاش لعيبه الزمالك، حتى السرو باص اللي اتعمل لكراوه مرتين وكنت طلع تسلل برضه من العمق كتير كلها. النادي الاهلي الشوط الاول، عارف الشوط الاول ده لو كان معاه مروان عطيه بدل من محمد فخري كانت تبقى مشكله لنادي الزمالك فعليا، صحيح. كان ممكن الشوط ده يخلص 5-0. ليه؟ انك بتتكلم بقى هنا على لعيب طبعا محمد فخري لعيب صغير كل حاجه، بس الميس باسنج عنده عالي قوي. انا اسف يعني دي مالهاش دعوه بالسن، ما ينفعش لعيب في النادي الاهلي يعمل هذا الكم الهائل من التمريرات الخاطئه، ما ينفعش تعمل انت كمان السكاننج عندك وحش قوي، انت بتمسك الكوره وبتبص على زمايلك مش بتشوفهم، ما عندوش سرعه تصرف، بتلعب الكوره وخلاص بتطلع بره كتير منك. لا تخيل مروان عطيه طبعا بن عزيز في وفاه بن عزيز في وفاه والده ربنا يرحمه ويثبته عند السؤال، لو موجود النهارده كنت هتلاقي الشوط الاول ده في حته تاني خالص، ان برضه بصراحه النادي الاهلي ما كانش افضل حالته على فكره الشوط الاول، صحيح للامان. اللي متابع النادي الاهلي كويس على فكره، النادي الاهلي الشوط الاول ما كانش، ما نقدرش نقول ايه افضل حاجه، اللي هي بتلعب بس مش افضل حاجه، ورغم ده كسب في ماتش قمه 3-0 اول شوط، شوف بس 45 دقيقه نتيجه، حتى كل بيتفرج قال لك بس 6-1 جايه هتتكرر تاني، لان مارسيل كولر مختلف عن موسيماني لما عملها الشوط مش عارف حصل ايه. اوسوريو عمل كارثه فنيه في نادي الزمالك بالخطه، وهو طبعا اعترف في المؤتمر الصحفي. طيب بس اتفضل، عايز اسالك على حاجه برضو غريبه، فكره عوده حسام عبد المجيد وحاتم سكر اللعيبه اللي راجعه من المنتخب الاولمبي فجاه يخشوا في مباراه القمه مره واحده، وهم بعيدين عن الفرقه بقالهم فتره، وهو حتى اكيد ما اشتغلش معاهم،
دي كان لها تاثير. بص دي وجهات نظر. في فريق ممكن يقول لك اللعيبه دي راجعه منتشيه بقى بالتاهل الاولمبياد ورجلهم في الملعب وبيلعبوا وبتاع، استغل ده. في فريق تاني واللي انا منهم اقول لك لا، اللي تكسبه لعبه، انت ماشي بشكل كويس بطريقه معينه بقى لك فتره، ده بتغيرها ما تغيرش، بطل تقريبا ما تالفش اللي انت بتكسبه. اكيد طبعا، انا اسف نسخه نادي الزمالك الحاليه سواء اللي كانت بتكسب في الدوري او اللي لعبت مش تكسب الاهلي بصراحه. خلينا نتكلم بصراحه، لان الاهلي برضه لو بيلعب معاك اللعب بتاعه، يعني بقول خير كان بصراحه لعيبه الاهلي النهارده ما لعبتش قوي. مش بيلعب يعني، خلينا عايزين يخلصوا 90 دقيقه ياخدوا. انا اسف يعني، خلينا نتكلم بصراحه واضحين، اللعيبه حتى الشوط الثاني محدش بيجري. انا يعني اسف، هو بيقول لنفسه هو انا هوجع نفسي ليه واتعب نفسي ليه؟ خلاص ما الدنيا، احنا كسبانين دوري، خدنا كل حاجه، كسبين 3-0 والماتش سهل. الجمهور عايز سكور، بس انا ما عنديش الايه، ما عنديش الشغف ان انا اعمل كده. فانت اصلا ببساطه ماشي بطريقه معينه العب بيها. النادي الاهلي خلاص محقق اهداف وخلصها، اللي انت عملته ده اسمه انتحار كروي. سوريو انتحر كرويا في الشوط الاول لما قال لك ايه، لا ده عمرو السيسي مشاكله كتيره ورؤى مشاكله كتيره بقى، ايه انا انزل لهم بفتوح الفكره بتاعتي اللي انا بحاول اقلد فيها ارنولد مع ليفربول ويورجن كلوب لما بيدخلوا نص الملعب. برده خلي بالك سوريا عنده حته فتي بكل امانه، هو مدرب كويس على فكره، مدرب كويس جدا. كل ده كويس؟ لا كويس، لا والله مدرب كويس، هو مدرب كويس. لا ما خلي بالك، هو مدرب كويس، ده هو كويس طول ما هو ماسك ودنه كده، طول ما هو ماسك ودنه كده، يمسك اليمين باليمين ويمسك الشمال بالشمال كده، انت ماشي كويس انك بتعمل صح. اول ما تقول لنفسك انا همسك ودني كده، كده انت بتالف، كده انت بتالف. بس على فكره في ماتش فيوتشر برضو تحس ان اسره ما بيتعلمش، لان في ماتش فيوتشر برضو غلط نفس الغلطه. لا ده عمل غلط طبعا لما لعب نداي لعبه باك شمال، بس هو ساعتها كان عنده مشكله ان هو كان عايز يقول لك يا عايز اخلي احمد، عايز اريح احمد فتوح عشان ماتش الاهلي، لان انا هلعب ماتشين جامدين ورا بعض، ويمكن نادي الزمالك بيلعب برضو ماتشات متتاليه. هنا ممكن عنده شويه منطق، ورجع فيه الشوط الثاني لما كسب انه خلاص. خلي بالك لما المدرب بيكسب كل المشاكل بتاعته بتتنسي. انما انت هنا ارتكبت غلطه، يعني اوكي انت بتريح فتوح عشان تلعبه شمال المركز بتاعه، انت اخترقت له مركز جديد وقدام ممكن ينفع في المركز ده. انا اسف يعني قدام المحله، قدام سموحه، قدام فيوتشر، قدام اي فريق ثاني، حتى قدام بيراميدز، قدام نص ملعب الاهلي. الاهلي لا، الاهلي لا، ما تعملش الغلطه دي. ليه؟ لان ببساطه خلي بالك برده مرسيدس كله عمل حركه حلوه قوي لما لقى ان فخري بيقع منه الشوط الاول، بدا يقول لمحمد هاني وعلي معلول يعملوا ايه، قال لهم ضموا. قال لهم ضموا، يضموا ليه؟ عشان يساعدوا ديانج، لان فخري انا اسف شخصيته مش مساعداه انه يقف ماتش زي ده، واضحه جدا. هو اصلا عنده يعني اكيد فخري لو بيلعب مباراه مش مباراه بالضغط العصبي ده ممكن يؤدي احسن، اكيد 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 هو مش بالسوق ده. لكن انت بصراحه يعني ما جتش. فالراجل عمل ايه بقى؟ بدا يقول لمحمد هاني وعلي معلول على قد ما تقدروا ضموا، والجناحين اللي قدام انتوا اللي ايه تفتحوا على طرفي الملعب عشان تعملوا الواجبات الهجوميه بتاعت الاثنين فول باكس. الاثنين فول باكس دول لازم يساعدوا ديانج في نص ملعب. فخري مش قادر لما بداوا يخشوا، على فكره جت بالمصلحه عند الاهلي انه كسب معركه نص الملعب خط الوسط، كل ده احمد فتحي وكمين مين يساعده؟ زيزو او شيكابالا. كنت بلاقي دايما زيزو اللي بينزل معاه، شيكابالا كان بيرمي طرفه اكتر. يا سيدي النهارده زيزو يا محمد في تالقه ده، والنهارده بنتكلم زيزو هو الفا الفريق صح؟ بالظبط، زيزو هو الفا الزمالك. معلش لعيب طرف، طول ما انت الفا الزمالك لما حد يجي يقول لك ارجع دافع مش تركه، مش هياخد منه كوره. لا ما انا معلش انا صانع اللعب، انا المفروض اقف قدام، انا مش هخدم عليكم، انا مش عامل ده. شيكابالا طبعا النهارده بدنيا واضح قوي، شيكابالا فعلا لازم النهارده يفكر كويس جدا 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 في قرار الاعتزال. خلاص الموضوع ما عملش سبرنت واحد، خلاص 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 الموضوع بيخلص. وانت فعلا الامانه انت حمل على الفريق، ان الزمالك بص تخيل، بص يا محمد سيد نيمار مرمي في الحته اللي قدام دي على الجبهه اليسرى، ابراهيم انداي واخد الجبهه اليمنى، شيكابالا وزيزو بيلعبوا تحت الجزيره. تسمع تقول لي في كام لعيب ما بيرجعش يوم يدافع؟ ولا واحد. بالظبط ولا واحد. الخمسه ما بيدافعوش. يبقى انت النهارده سايب دفاع نادي الزمالك للرباعي الخلفي واحمد فتوح. طب تخيل كده مثلا المسلوس اللي انت حطيته النهارده باك يمين، رغم ان هو بقاله شهرين ثلاث شهور بيلعب معاك مساك، والنهارده حاتم سكر العيل الصغير اللي انت حاطه قدام مين؟ حاطه قدام بيرسي تاو. ده بيرسي تاو لف بيه لفه مش ممكن. بيرسي تاو النهارده لف بحاتم سكر لفه وحشه،
ليه انت برضو حطيته في تجربه بصراحه صعبه؟ هو بيلعب احسن محترف في ما بيلعبش معنا في المنتخب الاولمبي، هيقدم ماتشات كويسه انه بيلعب قدام منتخبات من الفئه العمريه بتاعته، انما انت النهارده حطه قدام الجناح الايمن الاساسي للنادي الاهلي ومنتخب جنوب افريقيا ومنتظر منه يعمل ايه؟ صعب صعب هيعمل ايه؟ فبصراحه تخيل الثنائي ده مثلا كمان لو اتقدم نادي الزمالك النهارده اتضرب في الشوط الاول، عايز اقول الشوط ده لو رجعنا نتفرج عليه تاني وحللناه انت هتلاقي كميه فرص النادي الاهلي، انا متاكد ان اكس جي الاهداف المتوقعه للنادي الاهلي مش الشوط الاول ده عدت الاربعه او عدت الخمسه. طيب في الشوط الثاني اسوريو لحق نفسه بسرعه وفي طبعا. نفس الوقت كولر كان ليه فلسفه في التغييرات. طب خلينا اول نبدا باسوريو. النادي الاهلي بصراحه النهارده هو رد فعل ما بيعملوش حاجه، يعني حتى الشوط الثاني اللعيبه واقفه، حتى انا متاكد طبعا ان كولر ادى تعليمات بس اللعيبه كل اللي بنتفرج شايفين ما عملتش شوط ثاني، قال خلاص يا جماعه يعني 3-0 كفايه واحنا الدنيا حلوه هنعمل ايه ثانيه. نادي الزمالك بقى واضح جدا ان الجهاز المساعد تدخل مع اسوريو وقال له بقى ايه كفايه تاليف، واضحه جدا هو بدا يغير، رجع لطريقه 4-2-1 وشال طبعا نزل عمرو السيسي مع رؤى في نص الملعب، يكفي ان هم يجروا لو جريوا بس هيدوا شكل، ما طبعا هم عندهم مشاكل طبعا في ادارات نادي الزمالك ضعاف، رؤى وعمرو السيسي بصراحه لعيبه على قدهم جدا وما يصلحوش لتمثيل نادي الزمالك، اسم نادي الزمالك اكبر منهم، بس على اقل تقدير هيدوك شويه رقد وشويه جري وهيدوك منظر، هيدوك منظر في نص الملعب. زيزو خلاص اتحط قدام اشي مشكله، فتوح رجع باك شمال، المسلوسي رجع كمساك مع محمد عبد الغني ونزل محمد طارق بقى هو الباك اليمين، فعدل شويه من شكل الفريق، وبالتالي طبعا جت له ركله جزاء وقدر ان هو يرجع ويدي منظر. بس تاني نادي الزمالك يا محمد حتى سيبك من المباراه، بعيد انت بعيد 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 بجد، والسنه الجايه الامور هتزيد عليك صعوبه، لان انت السنه الجايه الاموال انديه الشركات ده من السنه الجايه، ده عنده بطوله عربيه المفروض كمان 10 ايام. لا دي انساها، دي انساها دي، وانت دي لا دي انساها طبعا، خلاص انت عندك ايقاف قيد مش هتدخل لعيبه جديده، لا انساها، تروح اعمل ترسيم مشرف وانتهى الموضوع، مستحيل يعني. مستحيل بس اكيد النادي الاهلي بقى في الشوط الثاني ايوه اصول قصدي مارسيل كولر احنا متعودين ما بيغيرش غير بعد الدقيقه 60، عمل الدقيقه في دقيقه 60 بالظبط على طول نزل نبيل كوكا، كان التغيير متوقع جدا بدل فخري، خلاص فخري بصراحه يعني ما نجحش النهارده، مش عايز اقول له كلام يخدعه، لا بصراحه انت ما نجحتش النهارده، تاني مباراه ياخدها وما استغلش الفرصه بصراحه، حاول انت بقى تشوف يعني لازم تاخد انت قرار مع نفسك تطور ادائك، بالمنظر ده بصراحه صعب جدا ان انت تحافظ على مكانك في النادي الاهلي واحنا رايحين على بطولات ما فيهاش هزار، ما فيهاش هزار بصراحه، وخط وسط النادي الاهلي بعد كده بتتكلم اليو ديانج امام عاشور مروان عطيه عمرو السرية، فالمنافسه ولسه هيرجع اكرم توفيق، واكرم توفيق راجع، المنافسه صعبه جدا جدا جدا، فهو بدا يعني مارسيل كولر يعمل التغييرات بتاعته وعايز بس اللعيب تطلع قدام اللعيب فاهم، مش تطلع ونزل شريف مكان كهربا بالظبط، واعتقد محمد شريف طبعا اكيد النهارده بيصل لي يعني بيتساوى سبع اهداف في مع تريكا وتوتو مع تريكا في الاهداف التاريخيه للنادي الاهلي من خط القمه، اكيد ببارك له على الانجاز ده محمد شريف يعني بصراحه يستحق، والهدف خلى برضو جمهور الاهلي في نهايه المباراه يعني يخرج مبسوط بدل ما المباراه اتفنشت بهدف للزمالك، لا اتفنشت بيه أكيد. هدف للفريق. طيب مان اوف ذا ماتش ادوا لحسين الشحات، لو هتدي مان اوف ذا ماتش لا اتفق طبعا لحسين الشحات، يا خبر ابيض حسين الشحات كان نجم الشوط الاول اكتر، ده شاط كورتين ده الهدف الاول، يعني اي حد هيشوف الكره دي هيقول لك بص هشوطها في البعيده، ده خد قرار هيشوفها شوطها في الدقيقه بصراحه بطريقه جميله جدا، والهدف الثاني برضو هدف اكثر من رائع، لا نتفق ان حسين الشحات هو احسن رجل في مباراه النهارده، موسم ولا اروع طبعا، استثنائي دوري الابطال كل حاجه، اتنين سوبر واحد كاس، ده وش جي ال سي على فكره، وش جي ال سي على النادي الاهلي هو في كتفك يا اهلي، وش جي ال سي وكانت فعلا في كتفك على مدار الموسم. كريم انا بشكرك، شكرا جزيلا محمد، الف مبروك للنادي الاهلي للدوري طبعا والفوز في القمه والانتصارات والله في كل الالعاب مش الكوره بس، للموسم تاريخي أكيد. لمجلس اداره النادي الاهلي بقياده الكابتن محمود خطيب، اجمل كلمه قالها كريم في الختام، موسم تاريخي مش موسم استثنائي، على فكره تفرق كتير لان الاهلي السنه دي فعلا كان بيعمل موسم للتاريخ، والحمد لله مع برنامج في كتفك يا اهلي من خلال جي ال سي ويلا كوره يمكن كان موسم رائع جدا على جميع المستويات، ولكن كان تركيزنا اكتر في الجزء الاخير من الموسم دوري الابطال والدوري العام، وتحققت الخماسيه خلال هذا الموسم. شكرا لحضراتكم والف الف مبروك لكل جماهير النادي الاهلي في كل مكان، والى اللقاء.